نتحدث أكثر عن كل هذه المواضيع والتحركات في الأسواق العالمية. ينضم إلينا من عمان سيد سركيس تشوبريان وهو محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. أهلا بك سيد سركيس معنا. بداية نتحدث عن ننتقل من أسعار الخامات التي شهدناها اليوم تعود بعد المكاسب بعد التراجعات القوية التي طالتها خلال الأسبوع الماضي. ربما تستمر الأسعار بارتفاعها، ما توقعات بالنسبة للأسعار؟ وشهدنا آخر التقارير الخاصة بجولدمان ساكس والذي قال مع نهاية هذا العام قد نصل إلى مستوي 80 دولار للبرميل. نعم بالفعل هنالك احتمالات كبيرة جدا أن نشهد المزيد من الارتفاعات في أسعار النفط خلال هذه السنة، فالأساسية على المدى المتوسط والطويل داعمة بالفعل احتمالية هذا الارتفاع في الأسعار. ولو نظرنا إلى تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الذي صدر مؤخرا الأسبوع الماضي والذي تم الإشارة فيه إلى بعض الارتفاع في المخزون، لكن لو نظرنا إلى المخزون البالغ حاليا كمخزون تجاري 486 مليون برميل هو أقل من 1% من متوسط الخمس سنوات، وهذا ما يعيدني بالذاكرة إلى عام 2020 عندما شهدنا المخزون أعلى بمقدار 10% أو أكثر من متوسط الخمس سنوات، وهذا يدل في الحقيقة على تعافي حقيقي في الطلب، حتى أن الواردات للولايات المتحدة ارتفعت وكذلك مصافي التكرير ارتفع تشغيلها لمستويات أعلى من 86%، فالأساسيات بالفعل تدل إلى أننا حاليا نشهد بعض التعافي في الطلب العالمي على النفط، ورغم الانخفاض الذي شهدناه خلال الأسبوع الماضي والذي كان سببه التطورات حول ملف إيران النووي، لكن على المدى الأطول قليلا فالاتجاهات الصاعدة ربما سوف تستمر، حتى أن منظمة أوبك ما زالت تتوقع نمو الطلب متوسط الطلب لهذه السنة بمقدار 6 مليون برميل يوميا، ومنظمة الطاقة الدولية ارتأت بأن حتى لو قامت أوبك برفع الإنتاج وكذلك عاد النفط الإيراني للأسواق إلا أنه كذلك لن يوازي التحسن في الطلب العالمي على النفط في حال أو في مع استمرارية إعادة فتح الاقتصاد وعودة الظروف إلى طبيعتها شيئا فشيئا، وبالتالي أسعار النفط من المتوقع أن تستمر بارتفاعها، وبالفعل مستويات حول 80 أو حتى أعلى من 80 دولار متاحة خلال هذه السنة. على المدى القصير التطورات المرتبطة في الطلب والعرض ربما ستكون مؤثرة قليلا وعلى المدى القصير كما شهدنا الأسبوع الماضي، لكن على المدى الأبعد فالاتجاهات الصاعدة بالفعل من المرجع أن تستمر إلا إذا حصلت أساسيات جديدة تعكس كل هذه النظرة المتفائلة الإيجابية. طيب بالنسبة للتحركات في أسواق الأسهم واليوم انطلاقة بداية تداولات جديدة في الأسبوع شاهدناه من المنطقة الآسيوية بعدين انطلاقا إلى منطقة أوروبا، ولكن كان نوعا على الرغم من أن جاءت مرتفعة ولكن في نطاقات ضيقة، لا يزال الحذر يخيم على هذه التداولات أو على حتى المستثمرين في أسواق المال. ماذا نتوقع ربما خلال الفترة المقبلة وتحديدا اليوم سوف نراقب افتتاحية وول ستريت كيف ستكون بعد إغلاقات الأسبوع الماضي؟ الآن باعتقادي بالغ المتداولون بشكل كبير جدا في توقعاتهم الفيدرالي الأمريكي بعدما صدرت بيانات مؤشر سعر المستهلك وأظهرت ارتفاع إلى 4.2%. أولا الفيدرالي الأمريكي لا يعتمد على مؤشر أسعار المستهلكين عندما ينظر إلى سياساته المستقبلية، بل ينظر إلى مؤشر يسمى نفقات الاستهلاك بالقيمة الجوهرية أو كور PCE والذي ننتظر صدوره نهاية هذا الأسبوع، وآخر قراءة لهذا المؤشر كانت 1.8%، ورغم أن توقعاتي تشير لاحتمال ارتفاع فوق 2% وربما إلى 2.3% أو 2.4%، لكن حتى هذا المستوى لا يعبر عن خروج التضخم عن السيطرة والذي يبرر آراء المتداولين في أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة في الأصوات المالية إن كان في المية على مقياس سنوي وكذلك أكثر من 30% للوقود، لكن لو نظرنا إلى الخدمات الصحية على سبيل المثال التضخم فيها 2.2%، بالنسبة للغذاء أيضا 2.4%، فكلها تدل أن الفيدرالي سيستمر في تحفيزه للاقتصاد، وكلما مررنا أكثر فأكثر في هذا الأسبوع واتضحت أيضا هذه الأفكار أكثر للمتداولين، فربما سنشهد عودة الثقة بشكل أكبر للأسواق المالية، أسواق الأسهم هنا ما أعني وأسواق الأسهم الأمريكية لتندفع صعودا، وأعتقد اليوم نحن أمام احتمالية كبيرة لأن نشهد ارتفاع في أسواق الأسهم لأن المتداولين بالفعل بدأوا يلاحظون بأنهم
أسواق الوظائف ما زالت ضعيفة، وكذلك الاقتصاد رغم هنالك نمو كبير فيه في الولايات المتحدة لكنه أيضا بحاجة لتحفيز، وارتفاع التضخم بالفعل ربما سيكون مؤقت وناتج عن أدوات مرتبطة بالطاقة والسلع وليس كتضخم مستدام مرتفع، وهذا ما سيترك المجال على الأرجح للفدرالي أن يستمر بخططه التحفيزية لفترة مطولة على الأقل لهذه السنة. نعم، وأنا أشكرك سيد سركيس تشوبريان، وأنت محلل أسواق عالمية في شركة إكويتي جروب. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.